بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في المقابلة الشخصية أو الانترفيو، أيهما أفضل في عزل الأساسات، البيتومين اللي على البارد أو البيتومين اللي على الساخن؟ أولا قولا واحدا، البيتومين اللي على الساخن هو أفضل من البيتومين اللي على البارد بحاجات كتير جدا. رقم واحد، البيتومين اللي على البارد يعتبر مادة مستحلبة من البيتومين اللي على الساخن، يضاف إلى البيوتامين مواد مذيبة لتجعل لزوجته أقل، كما إنه يمكن للمستخدم وبسهولة أن يضيف كميات من الماء للبيوتامين اللي على البارد، مما يؤدي إلى قلة لزوجته أكثر مما يؤثر على قوامه. يعني البيوتامين اللي على الساخن بالنسبة للاستخدام وبالنسبة للغش أسهل، والبيوتامين اللي على الساخن أفضل بكتير من اللي على البارد في حالات زيادة الأملاح، أملاح الكلوريدات والكبريتات في التربة. البيتامين اللي على الساخن افضل في كل الاحوال. البيتامين اللي على الساخن افضل بكتير من ناحيه النفاذيه، البيتامين اللي على الساخن النفاذيه بتاعته كبيره جدا. البيتامين يتم تسخين البراميل بحرق خشب، بتحرق خشب وبينتج عنها دخان مضر جدا بالصحه ويسبب هيجان للجهاز التنفسي، عشان كده بقى هم لغوا البيتامين اللي على الساخن وبقى بيستخدموا البيتامين اللي على البارد، مع ان كفاءه البيتامين اللي على الساخن افضل بكتير من البيتامين اللي على البارد، بس عشان مضر بالبيئة ومضر بصحة الإنسان لغوه. البيتامين اللي على الساخن له قدرة عالية على الالتصاق في حالة الدفان التربة، على العكس البيتامين اللي على البارد. يعني مهما نعد في مميزات البيتامين اللي على الساخن، هو أفضل بكتير من البيتامين اللي على البارد. البيتامين اللي على الساخن له قدرة عالية على طرد الحشرات والفطريات من البيتامين اللي على البارد. البيتامين اللي على الساخن صعب جدا تغش فيه، البيتامين اللي على البارد سهل جدا انك تزوده اكسيد وتزوده ميه، والصناعيه بيغشوا فيه من هنا للصبح. بس تم حظر استخدام البيتامين اللي على الساخن واستبدلناه بالبيتامين اللي على البارد، نظرا لان هو بيأثر على صحه الانسان ومضر جدا بالبيئه. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.